في كتير من الناس لما بيعدوا على كورنيش النيل بيشوفوا كوبري أزرق حديد كده وبيسألوا ده كوبري إيه، فبيقولوا لهم ده كوبري إمبابة. لكن هل في يوم عديت الكوبري ده وزرت إمبابة؟ في حلقة النهاردة هتكون رحلتنا جوه إمبابة، الحي العريق في مصر. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من على كورنيش النيل في إمبابة، وعلى شمالنا اسم شرطة إمبابة، والشارع اللي بعد الاسم مباشرة هو الشارع اللي بيوصلنا لميدان من الميادين المشهورة في إمبابة، وهو ميدان تاج الدولة، واللي يمكن محدش يعرف الاسم ده والكل بيسميه بالاسم القديم وهو ميدان الترولي. الشارع اللي على شمالنا دلوقتي هو اللي هيدخلنا هيطلعنا على الكوبري الأزرق الجميل اللي موجود قدامكم ده، وهو كوبري إمبابة العريق اللي إن شاء الله بإذن الله هتكون فيه نهاية رحلتنا النهاردة. هنعدي كده من تحت الكوبري، وهنعدي بقى من تحت كوبري رود الفرج، هنعمل يوترن عشان ندخل على عمق حي إمبابة. بعد كوبري إمبابة مباشرة بنقابل على شمالنا مبنى من المباني العريقة في مصر، وهو الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، واللي كان زمان اسمها مطبعة بولاق لأنها كانت موجودة في بولاق أبو العلا، وبعدين بقى اسمها المطبعة الأهلية لغاية ما بقى اسمها المطابع الأميرية. اللي أنشأ المطابع الأميرية دي هو محمد علي باشا، وكان بيعتمد عليها جدا في تطوير مصر بشكل كبير. موجود بعد المبنى بتاع المطابع الأميرية شارع اسمه شارع المطبعة، والشوارع اللي على شمالنا دي كل الشوارع اللي بتدخلنا على عمق حي إمبابة. موجود بقى عدد من الشوارع زي شارع طلعت حرب، وفي مجموعة من المعلومات عن طلعت حرب موجودة قدامكم طبعا، هو بالاسم ده الأشهر طبعا، الشارع الأشهر موجود في وسط البلد. على يمنا حديقة طلعت حرب، وعلى شمالنا معهد إمبابة الصحي. عايزين نرجع ونقول ان المطابع الاميريه دي انشئت سنه 1820 في بولاق، وكانت في الاول بتطبع الكتب العسكريه للجيش، وبعدين بقت بتطبع الكتب المدرسيه والعلميه والادبيه. الهيئه دلوقتي بتصدر الجريده الرسميه للدوله كل خميس، وبتصدر كمان جريده الوقائع المصريه كملحق مع الجريده الرسميه، وهي تعتبر من اقدم صحيفه مصريه، وكمان بيطبع فيها المصحف الشريف والمطبوعات الحكوميه والكتب القانونيه والتقاويم. احنا لسه مكملين طريقنا على كورنيش النيل في امبابه، والكوبري اللي قدامنا مباشرة ده هو كوبري رود الفرج، إلا لو طلعنا هنعدي بقى لكورنيش النيل. لو دخلنا بقى من كورنيش النيل يمين هنطلع على ماسبير وميدان التحرير، ولو دخلنا شمال هنوصل لشبرا الخيمة، ولو كملنا كده هننزل على منطقة رود الفرج ونوصل لشارع جسر البحر. احنا لسه مكملين طريقنا على كورنيش النيل في إمبابة، هنعمل يوترن، واحنا بنعمل اليوترن الشارع اللي بيكون مباشرة قدامنا ده هو بيكون شارع الوحدة المشهور في إمبابة، وهو اللي اسمه دلوقتي شارع ممدوح سالم. هو الشارع اللي اقصى اليمين ده اهو زي ما انتم شايفين، هو شارع ممدوح سالم او شارع الوحدة. عملنا اليوترن كده عشان نقابل مباشرة على يميننا مستشفى حميات إمبابة، والمبنى اللي بعد المستشفى مباشرة ده هو المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والامراض المعدية. لسه مكملين طريقنا على كورنيش النيل في إمبابة. زي ما انتم شايفين كده حي إمبابة موقعه متميز جدا، وبيعتبر على النيل مباشرة، ورغم ان الاسم نسبيا بيدي انطباع مختلف عن الموقع الرائع للحي، واللي محتاج قدر من التطوير والاهتمام اللي بيتناسب مع موقعه الجغرافي المتميز والرائع جدا زي ما انتم شايفين. احنا هندخل مباشرة من الشارع اللي هيجي على يمنا دلوقتي، وهو شارع الطيار فكري زاهر. نقابل بقى مجموعة من المعالم في طريقنا، ويمكن الجزء ده مليان مستشفيات والمعاهد الصحية، الإدارة العامة لمركز الرصد البيئي، المعهد القومي للجهاز الحرقي العصبي على شمالنا. وادي مجموعة من المعلومات عن الطيار فكري زاهر صاحب الشارع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وبيكون على يمنا مستشفى الإدمان بإمبابة، وعلى شمالنا مستشفى إمبابة للعيون. والشارعين اللي بيقابلونا يمنا وشمالنا ده، يمين شارع نصوح باشا اللي بيطلعنا على شارع ممدوح سالم او شارع الوحدة، وشمال شارع النصر اللي بيطلعنا على شارع طلعت حرب، شارع الشهير جدا في إمبابة. ويمكن شارع الطيار فكري زاهر هو متوازي مع شارع الوحدة، ومتوازي كمان مع شارع طلعت حرب اللي هنزوره خلال رحلتنا النهاردة، سواء شارع ممدوح سالم او شارع طلعت حرب. بما اننا بقى دخلنا على عمق حي إمبابة، عايزين نعرف يعني ايه كلمة إمبابة.
أصل الكلمة دي كانت كلمة نبابة، لكن كلمة إمبابة هي باللغة الأمهرية معناها نخلة الدوم المصرية، والأغلب إن الاسم جه من إن المنطقة كانت ملتقى لتجار بيتكلموا باللغة الأمهرية وكانوا رعاة للجمال. طبعا اللغة الأمهرية هي لغة أثيوبيا الرسمية. كملين طريقنا في شارع التيار فكري زاهر، وعايزين نقول إن نعتبر كده في مدينة التحرير في إمبابة، ومعظم الشوارع اللي على يمنا وشمالنا في مدينة التحرير مترقمة بأرقام، يعني مش بأسماء. مدينة التحرير كان بيطلق عليه الحي الراقي في إمبابة لأن المباني الخاصة بيها كانت متناسقة بشكل كبير، وكانت بتعتبر مدينة متكاملة كده جوه الحي زي ما انتم شايفين. وإن كان دوام الحال من المحال زحفت بقى بعض العشوائية واتبنت عمارات أعلى من المعتاد في فترة من الزمن. يمكن إمبابة منطقة من موجودة في شمال الجيزة في الناحية الغربية للنيل، وكمان هي اسم مركز ريفي تابع للمحافظة برضو، والمركز ده اسمه مركز إمبابة، وكانت مدينة منشأة القناطر تابعة للمركز ده، بيتباعوا مناطق بشتيل والكم الأحمر والأخصاص والبراجيل ولاهية وقرى تانية كتير. إمبابة قبل ما تدخل في الحضر أو في حدود مدينة القاهرة الكبرى كانت المحطة الأخيرة لتجارة الجمال اللي جاية من السودان والقرن الأفريقي، وكان في سوق للجمال كل يوم جمعة، ولغاية دلوقتي موجود السوق ده. كانت الجمال بتيجي بقى من طريق اسمه درب الأربعين، وهو طريق تاريخي بين مصر والسودان، بدايته في دارفور ونهايته في إمبابة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. قوافل الجمال دي كانت بتاخد حوالي 40 يوم عشان توصل لمحطتها الأخيرة في مصر وتتباع في سوق الجمعة. احنا بقى من شارع الطيار فكر زاهر اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي هندخل على شارع من الشوارع الرئيسية برضو في إمبابة، وهو شارع نادي إمبابة الرياضي. قدامنا مسجد الهادي المحمدي، وماشيين كده مباشرة دخلنا على شارع نادي إمبابة الرياضي اللي يعتبر من الشوارع الرئيسية ومن الشوارع التجارية. يعني زي ما انتم شايفين كده مليان بمجموعة من المحلات الملابس والأحذية، مجموعة من الكافيهات ومجموعة من المطاعم، ويمكن أهل إمبابة بيحبوا قوي إن هم يتمشوا في شارع نادي إمبابة الرياضي. الشارع متسمي على اسم النادي الرياضي أو مركز شباب إمبابة، ولو كنا دخلنا شمال كنا هنوصل للسوق اللي بيتعمل كل يوم جمعة، وبعدين بنوصل لميدان الترولي بعد ما بنعدي النفق. هندخل بقى من شارع، دخلنا فعلا من شارع نادي إمبابة الرياضي، ويمكن موجود على يمنا دلوقتي كنيسة السيدة العذراء مريم بإمبابة، وهندخل من شارع نادي إمبابة الرياضي على شارع الوحدة طبعا اللي كلنا يمكن بنسمع عنه، وهو شارع الوحدة، وهو اللي اسمه دلوقتي شارع ممدوح سالم. وطبعا الشارع ده من اشهر شوارع امبابه. ممدوح سالم اللي متسمي على اسمه الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي كان رئيس للوزراء في مصر في عهد الرئيس السادات، واللي اتسمى الشارع على اسمه بعد ما كان اسمه الاصلي زي ما قلنا شارع الوحده، ومازال كل اهالي امبابه بيطلقوا الاسم ده على الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. هنكمل طريقنا في شارع ممدوح سالم او شارع الوحده، وعايزين نقول ان اقدم ظهور في التاريخ لاسم امبابه كان لاسطوره صوفيه شعبيه لواحد اسمه سيدي اسماعيل الامبابي. كانت امبابه هي القريه اللي اخترع عشان يعيش فيها، وفضل فيها لغايه ما مات، واسم امبابه جه من اسمه، واتعمل مسجد وضريح للراجل ده ولسه موجودين لغايه دلوقتي. دي احد الروايات برضو اللي بتتقال على الاسم ده بعد الروايه اللي حكينا عليها من شويه. واحنا ماشيين كده في شارع الوحدة الشارع الشهير في امبابة، عايزين نقول ان من اهم معالم امبابة كوبري امبابة الشهير اللي شفناه في الاول واللي هنزوره في نهاية رحلتنا، كمان الهيئة العامة للمطابع الامارية اللي برضو شفناها، ونفق امبابة ومطار امبابة ومصنع الكراسي سابقا، والموجود يعني يعتبر في حي الوراق، وكان بناه الرئيس جمال عبد الناصر لتشجيع صناعة الاساس وتهد سنة 2012. موجود دلوقتي قدامنا اهو كوبري رود الفرج اللي احنا شفناه في بداية رحلتنا من على الكورنيش. هنلف كده من تحت كوبري رود الفرج ونرجع تاني عشان نكمل رحلتنا داخل عمق حي امبابة من شارع ممدوح سالم. يمكن زي الكوبري اللي على شمال ده يعتبر برضو اسمه كوبري الساحل، واللي لو رحناه بقى هنروح على رود الفرج ونوصل منه المطعم صبحي كابر المشهور هناك، لكن احنا لفينا اهو و هنكمل طريقنا في شارع ممدوح سالم. ويمكن زي ما قلنا لو كنا كملنا على طول كنا هنوصل لكورنيش النيل اللي احنا بدأنا منه رحلتنا. من اهم مناطق امبابة ميت كاردك وارض الجمعية والمنيرة الشرقية ومدينة التحرير اللي كنا فيها من شوية، ومدينة العمال وهنتمشى فيها كمان شوية، وتاج الدولة وكفر الشوام وجزيرة امبابة وعزبة الصعايدة وسيد اسماعيل والمنيرة الغربية وعزبة المطار وارض حداد ومساكن المطار والبراجيل وغيرهم وغيرهم وغيرهم.
احنا لسه مكملين طريقنا في شارع ممدوح سالم، وزي ما انتم شايفين يمكن شارع ممدوح سالم برضو من الشوارع التجارية المهمة جدا، لكن هتلاقي فيه يعني ايه ميكس كده لكل الانشطة ومحلات على كل لون. ورا العمارات اللي على يميننا دلوقتي ارض كبيرة جدا وبرضو موجودة على كورنيش النيل، اسمها ارض الترسانة، ودي كان محمد علي باشا اسسها في بولاق، وكان اسمها الشركة المصرية العامة للورش الترسانة، ونقلها عبد الناصر للمنطقة دي في الستينات، وبعدين للأسف أصبحت أرض خلاء أو أرض فاضية دلوقتي. لسه مكملين طريقنا في شارع ممدوح سالم، ونرجع بقى لقصة إمبابة، الحي العريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. ويمكن في التاريخ كده بنسمع عن معركة خالدة اسمها معركة إمبابة، حصلت خلال الحملة الفرنسية على مصر، واللي قضى فيها نابليون بونابرت على أغلب الجيش المملوكي في مصر، واضطرهم إن هم ينسحبوا من مصر لسوريا. والمعركة دي يمكن في الأدبيات موجودة في الأدبيات الأوروبا، بيعتبروها انتصار مهم جدا جدا جدا، وبعد يعتبر من الانتصارات المهمة بعد الثورة الفرنسية، ويمكن انتصار يعني بيعتبروه مهم على المملكة العثمانية. المعركة دي كانت سنة 1798، وبعديها هرب مراد بك للصعيد ودخل نابليون القاهرة. بعد المعركة دي سماها نابليون معركة الأهرام المصرية، وده لأن الأهرامات كانت باينة من أرض المعركة اللي احنا أو من الأرض اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. يعني طبعا هي معركة من المعارك اللي أدت لاحتلال فرنسي لمصر، يعني لكن هي من المعارك المشهورة جدا في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وهي معركة إمبابة. ما زلنا كده بنتمشى بقى في شارع ممدوح سالم أو شارع الوحدة الشهير في حي إمبابة، وبنتفرج كده على الحي العريق حي إمبابة، اللي زي ما قلت لكم محتاج قدر من التطوير والاهتمام عشان يعني يرجع له بهاء الشارع ورونق الشارع وجمال الشارع. احنا قربنا نخلص شارع ممدوح سالم، والشارع اللي بيقابلنا يميننا وشمالنا ده شارع البوهي. هنلف كده في الجزء ده ونرجع تاني عشان نستكمل رحلتنا داخل حي إمبابة الجميل. يمكن الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا استقر في مصر وفي القاهرة، وسنة 1939 كان بيعد الجيوش لمساندة الحلفاء في الحرب عشان يسترد وطنه. ليبيا كان محتلة من الإيطاليين، وأقام معسكر للتدريب في إمبابة. قدامنا دلوقتي خريطة القاهرة سنة 1826، واللي كانت موجودة في كتاب وصف مصر الشهير اللي عمله علماء الحملة الفرنسية، وبين في إمبابة جنب قرى الجيزة التاريخية. يعني بصراحة تاريخ كبير جدا لإمبابة، المنطقة اللي احنا ماشيين فيها النهاردة. احنا لفينا كده ورجعنا تاني من شارع ممدوح سالم، تقريبا احنا كده خدنا بقى شارع الوحدة او شارع ممدوح سالم كله، وحنكمل طريقنا كده عشان ندخل بقى في بعض الشوارع الفرعية عشان نتفرج عليها برضو. يعني مش هكتفي فقط بالشوارع الاساسية داخل إمبابة، هندخل في عدد كبير من الشوارع الفرعية اللي موجودة في حي إمبابة عشان برضو يعني ناخد فكرة عن الشوارع، سواء كانت الموجودة في مدينة العمال او اللي موجودة في مدينة التحرير، او الشوارع الفرعية اللي موجودة في إمبابة بشكل كبير. لسه مكملين طريقنا في شارع ممدوح سالم، وحندخل منه على واحد من الشوارع الفرعية، وبعدين بنستكمل رحلتنا في حي إمبابة، ونرجع على شارع نادي إمبابة الرياضي، وندخل بعد كده على شارع طلعت حرب عشان نتفرج على حي إمبابة بشكل كبير. هنكمل طريقنا كده، والشارع اللي موجود على يمنا بعد ما بنطلع المطب الصناعي ده هو تقريبا الشارع اللي احنا هندخل منه، والشارع ده اسمه شارع المنيرة. لا هو مش الشارع ده، احنا هندخل اظن من الشارع اللي جاي وهو شارع المنيرة. عايزين نقول ان إمبابة بدأت اهميتها تزيد لما اتبنى كوبري إمبابة سنة 1890. كان الكوبري الهدف منه مرور قطارات الجيزة، وبعدين ان هي تعبر نهر النيل عشان توصل لمحطة مصر في قلب القاهرة. اتسمى الكوبري والمحطة باسم إمبابة، وبعدين سنة 1913 اتبنى كوبري بقى حمولته أكبر، واللي هو كوبري إمبابة اللي موجود دلوقتي، وفي طريق للعربيات وفي طريق تاني للقطارات. احنا دخلنا بالفعل من شارع المنيرة الرئيسي، وادي بقى يعني دخلنا كده على جزء من الشوارع الفرعية اللي موجودة في حي إمبابة، وحنطلع منه كده من شارع فرعي تاني عشان نرجع على شارع نادي إمبابة الرياضي. يعني بصراحة زي ما انتوا شايفين كده بتتفرجوا بقى على شكل العمارة، طبعا العمارات شكلها قديمة يمكن فيها بعض العشوائية، لكن الشارع في الأصل منظم، أو الحي في الأصل حي منظم، يعني مش عشوائي على الإطلاق. حي إمبابة حي منظم، محتاج زي ما قلت لكم قدر من التطوير، إن شاء الله بإذن الله هيكون من الأحياء الجميلة.
يعني ندعي للحاج اللي قدامنا ده يعني بدوام الصحة وبالشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله، يا ربنا يديله الصحة يا رب بإذن الله. إحنا دلوقتي دخلنا بالفعل كده على شارع ورجعنا تاني على شارع نادي إمبابة الرياضي، هنستكمل رحلتنا داخل إمبابة العريقة. الجزء اللي إحنا بدأنا منه رحلتنا النهاردة اللي هو كان كورنيش إمبابة، كان مشهور بإن الفنانين والفنانات ورجال السياسة بيشتروا فيه عوامات، واللي كانت مشهورة في الثلاثينات والأربعينات. العوامات دي عبارة عن بيت كده، هو عبارة عن سفينة يعني بيت رابط كده داخل نهر النيل، وبيعتبر كده عامل زي البيت أو عامل زي السفينة. وكان الناس أو زي ما قلت لكم رجال السياسة والفنانين والفنانات بيشتروا البيوت دي في خلال الثلاثينات والأربعينات. يمكن إمبابة ومن الثلاثينات كانت منطقة صناعية مهمة جدا جدا، كان فيها مصنع الشرباجي للنسيج واللي كان ملك الأقمشة ساعتها، كمان كان فيها شركة الأنجلو إيجيبشن موتورز، ودي كانت سنة 1937. على يميننا دلوقتي مسجد الرحمن اللي موجود في شارع نادي إمبابة الرياضي. وعايزين نقول ان كمان موجود في امبابة منطقة مشهورة جدا اسمها عزبة الصعيدة، ودي كلها كانت اتكونت من مهاجرين من الصعيد، يعني في شبه نزوح جماعي كده، عملوا مجتمعهم الخاص بيهم بقواعدهم وتسمت باسمهم عزبة الصعيدة. يعني والله قمة العجب بنشوفه في مصر أم الدنيا. العزبة دي بدأت مع واحد يمكن كنت حكيت عنه في حلقة الزمالك، وهو اسمه عبد النعيم محمدين، واللي كان جاي من قنا واللي كان ليه الفضل في إنشاء الزمالك، وجاب بقى مجموعة من قرايبه وعيلته من القرية عشان يبنوا أو يؤسسوا حي الزمالك. وبعد كده بعد ما الحي ده يعني بقى مشهور وبقى فيه سكن بشكل كبير، اتنقل العمال بقى وسكنوا على الجانب التاني. برضو دخلنا كده من شارع من الشوارع الرئيسية في إمبابة، وهو شارع طلعت حرب، وبرضو يعتبر من الشوارع التجارية المهمة جدا في إمبابة، زي ما انتوا شايفين كده مليان بعدد كبير جدا من المحلات سواء يمنا أو شمالنا. كمان على يمنا دلوقتي مسجد طلعت حرب المشهور جدا في المنطقة دي، وما زلنا مكملين طريقنا في شارع طلعت حرب. كان على يمنا قبل المسجد شارع مدينة العمال، وهي في كمان امتداد الشارع ده بيعتبر من الناحية التانية، أو امتداد شارع مدينة العمال ده في مطعم مشهور جدا وجزار مشهور جدا في إمبابة، وهو جزار الربيعي. يمكن مدينة العمال اللي موجودة على يميننا دلوقتي واللي كانت في الخمسينات والستينات مساكن للي كانوا بيقولوا عليهم أصحاب الياقات الزرقاء، اللي كانوا مهندسين وعمال واللي كانوا أبطال في فترة جمال عبد الناصر. طبعا على يميننا دلوقتي مطعم البرنس المشهور جدا في إمبابة لصاحبه ناصر البرنس، ويعني بصراحة من المطاعم المشهورة جدا 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 في منطقة إمبابة. وكمان دخلنا كده في شارع من الشوارع برضو الرئيسية في إمبابة، وهو شارع سعد زغلول. هنتفرج كده على جزء من الشارع وبعدين هنلف ونرجع تاني على طلعة حرب عشان نستكمل رحلتنا داخل حي إمبابة الجميل. كنا بنتكلم على مدينة العمال قبل ما احكي لكم على مطعم البرنس، وزي ما قلت لكم كانت المدينة اللي بيسكنها المهندسين والعمال واللي كانوا أبطال فترة جمال عبد الناصر، وكانت إمبابة ساعتها فعلا مشروع لمدينة متخططة بشكل صحيح زي ما انتم شايفين، وكانت شوارع متقاطعة بشكل مش عشوائي تماما، لكن زي ما انتم شايفين نسبيا زحفت العشوائية لإمبابة. يمكن هنرجع من شارع سعد زغلول وهنرجع تاني على شارع طلعت حرب، وعشان نستكمل رحلتنا في الحي العريق وحي إمبابة. عايزين نقول إن إمبابة حاليا تعتبر من أكتر المناطق الكثافة السكانية، مش بس في القاهرة، ربما يمكن في العالم كله. يعني إمبابة بتبدأ تقريبا من عند ميدان الكتكات، وإمبابة مربوطة بمناطق القاهرة كلها عن طريق كوبري الساحل وكوبري إمبابة. وكمان إمبابة مشتركة يعني بتشترك مع المهندسين في شارع السودان، الشارع الرئيسي في منطقة المهندسين، وكمان بتتشارك مع الوراق في شارع القومية العربية، ويمكن الطريق الدائري بيربطها بمناطق كتيرة جدا في القاهرة الكبرى. رجعنا تاني كده على شارع طلعت حرب وبنستكمل رحلتنا داخل أو عمق حي إمبابة. كورنيش النيل يعتبر المتنفس المهم جدا لكتير بقى من أهالي إمبابة، والعوامات القليلة اللي فضلت بقت ملتقى ثقافي واجتماعي وترفيهي، ممكن تلاقيه مطعم أو فندق هادي على النيل. زي ما انتوا شايفين كده احنا لسه بنتمشى داخل شوارع ودروب إمبابة. في نيل إمبابة محطة للأتوبيس النهري اللي بيوصل إمبابة لجزيرة الزمالك. كمان من الميادين المهمة في إمبابة ميدان الترولي اللي متسمي كده لأن كان فيه المحطة الرئيسية للترولي باص الكهربائي اللي كان موجود في شوارع إمبابة لكنه اتلغى بعد كده.
كمان شارع ترعة السواحل هو الشارع الرئيسي اللي بيخترق امبابة، وبيبدأ بقى من شارع السودان، وعلى نصيته كده هتلاقوا فيه محكمة امبابة اللي هي بقت مجمع محاكم شمال الجيزة، وبينتهي عند ميدان الترول اللي لسه كنا بنحكي عنه من شوية. موجود كمان في امبابة نادي اسمه النادي السويسري، وهو يعتبر من الأصول الأثرية، وبيعتقد الناس إنه كان استراحة للملك فاروق، وبعدين أصبح مقر للنادي الاجتماعي الثقافي التابع للسفارة السويسرية، بتعمل بقى فيه بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية اللي بيحضرها عدد كبير من أهالي امبابة، أو حتى عدد كبير من أهالي القاهرة، مش بس أهالي امبابة. احنا لسه ماشيين في طريقنا في شارع طلعت حرب، وموجود على يمنا الشوارع اللي على يمنا دلوقتي دي هي اللي بتدخلنا على مدينة التحرير. كمان موجود في امبابة مساكن اسمها مساكن عزيز عزت، وهي بلوكات حكومية للإسكان الشعبي، واتبنت على الأرض اللي كان فيها سوق الجمال اللي احنا حكينا عنه في بداية الحلقة، واللي فضل فيها السوق ده فترة طويلة من الزمن. وموجود في المساكن دي سوق السيراميك وسوق للخضروات، وكمان فيها مدرسة امبابة الثانوية. يمكن كنت لسه بحكي لكم على شارع القومية العربية اللي بقول لكم كنت بقول لكم عليه، هو الحد الفاصل بين امبابة وحي الوراق، وسكان المناطق المحيطة بيقولوا عليه أهم شارع في امبابة. كان الشارع عرضه كبير ومليان بالنشاط، في آخر الشارع بقى بتلاقي نفق اللي بيروح لبشتيل في الناحية التانية. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع طلعت حرب، وهندخل برضو على جزء من الشوارع الفرعية والجانبية في حي امبابة عشان نتفرج عليه، وهو الشارع اللي احنا داخلين فيه دلوقتي حالا اهو. وزي ما قلت لكم هو شارع في مدينة التحرير، وزي مدينة العمال كده ومدينة التحرير الشوارع كلها متسمية بالأرقام مش بالأسماء. الشارع اللي احنا دخلنا فيه انا كان هدفي ان انا ادخل منه عشان نتفرج على مركز شباب امبابة، مركز المهم جدا واللي بيزوره بقى عدد كبير من الشباب اللي موجودين او اهالي امبابة، بيلعبوا فيه رياضاتهم الكتيرة، وصراحة يعني من المراكز الشباب المميزة جدا. يمكن المنطقة طبعا زي ما انتم شايفين كده محتاجة قدر من الاهتمام والتطوير، شوارع محتاجة ان هي تبقى اكتر نظافة، محتاجة ان هي تتسفلت بشكل اكبر. بصراحة المنطقة مميزة، ومنطقة يعني منظمة، هيش منطقة عشوائية. انا بقول زحفت العشوائية لبعض العمارات، ولكن المنطقة في الاصل ماهيش عشوائية على الاطلاق، ونقدر نرجع بمبابة لشكلها القديم الجميل جدا. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع رقم 14، وبعدين هندخل يمين ونرجع تاني على شارع طلعت حرب عشان نستكمل رحلتنا داخل حي مبابة. يمكن حديقة الجيزة هي تعتبر أهم مكان بيتفسح فيه أهالي امبابة، وفي المناسبات والأعياد أسعارها حلوة وفيها ألعاب للأطفال. عموما امبابة كانت عبارة عن يعني طبقات مختلفة، يعني هتلاقوا جزء من الريف والحضر، كان فيها مجتمع ريفي جنب النيل فضل موجود لفترة طويلة، وبعدين الدولة بقى قررت استبدال المجتمع ده بالمجتمع الصناعي في الستينات، زي ما كنت بحكي لكم على جمال عبد الناصر. اتعملت وسائل مواصلات وكباري وترولي ومحطة قطارات، ولكن مع الزمن كان في الأول زراعة وبعدين أصبحت مجتمع صناعي، ومع الزمن ما أصبحتش المنطقة ولا زراعية ولا صناعية. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع رقم 14، وهنطلع منه يمين عشان نرجع كده على شارع طلعت حرب زي ما كنت بقول لكم من شوية. امبابة دلوقتي يعني خليط ما بين المجتمع الزراعي والصناعي، او خليط ما بين البقايا بقى اللي فضلت من دول ودول. يمكن لحد فترة قريبة ولغاية سنة 1940 امبابة كان ليها عمدة بيساعدوا في الأعمال بتاعته، يعني مشايخ على كل جزء في تقسيم المنطقة، لغاية ما صدر قرار بقى من وزير الداخلية بإنشاء بندر شرطة إمبابة. زي ما احنا بدأنا رحلتنا كان على شمالنا اسم شرطة إمبابة. احنا خرجنا كده من شارع رقم 28 على شارع طلعت حرب، زي ما قلت لكم يمكن هو أكتر شارع احنا تمشينا فيه النهاردة برضو عشان أدخل منه على عدد من الشوارع الفرعية في إمبابة. هنمشي كده في شارع طلعت حرب، وبعدين برضو لسه ما زلنا بنتفرج كده على شكل العمارات اللي بتقابلنا يمنا وشمالنا في حي امبابة، بنتفرج على شكل الشوارع اللي زي ما قلت لكم محتاجة قدر من النظافة بشكل كبير. وموجود اهو الملكي موجود على شمالنا، وعلى شمالنا مطعم البرنس الشهير جدا في حي امبابة برضو موجود على شمالنا اهو. والشارع اللي موجود على شمالنا ده هو شارع سعد زغلول اللي دخلنا منه من شوية صغيرين، وما زلنا دلوقتي مكملين طريقنا في شارع طلعت حرب. الصراحة مصر مليانة بعدد كبير جدا من الأحياء،
اللي زي ما بقول لكم محتاجة قدر من التطوير والاهتمام، وهترجع لها بهاء وجمال الأحياء الشعبية الجميلة اللي موجودة في مصر. واللي بصراحة أنا بستمتع جدا في رحلاتي داخل الأحياء الشعبية، يعني بتحس كده يعني بجدعنة ولاد البلد وبجدعنة أهالي المناطق اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. بصراحة بتحس إن شخصياتهم جميلة جدا وروحهم جميلة جدا، وبصراحة يعني من الصعب إن أنت تلاقي الجدعنة دي موجودة في أي مكان تاني في مصر. احنا لفينا كده من شارع، برضو لفينا عملنا يوترن من شارع طلعة الحرب، وهندخل بقى زي ما بنشوف كده عدد من الشوارع الجانبية عشان نبقى غطينا عدد كبير من الشوارع الفرعية اللي موجودة في الحي الجميل ده. عايزين نقول انه الحي زي ما انتوا شايفين وكنت قلت لكم في بداية الرحلة، هو من الاحياء المهمة جدا اللي موجودة على كورنيش النيل، يمكن زيه زي حي الزمالك يعني. لكن طبعا يعني شتان الفرق ما بين الاهتمام ما بين بحي الزمالك وما بين الاهتمام بحي امبابة. احنا لفينا كده من شارع سعد زغلول ودخلنا على شارع رقم 20، برضو شارع من الشوارع الجانبية، وزي ما انتوا شايفين كده شكل البيوت الجميلة اللي بيسكنها اهالي مصر الطيبين الجمال جدا، اللي زي ما قلت لكم بيتمتعوا بقدر كبير من الشهامة والرجولة والجدعنة. لسه مكملين طريقنا واديكم شايفين بقى الستات الطيبة وهي نازلة بتشتري الخضار وبترجع بقى كده بيوتها الجميلة دي وتطبخ لأزواجها وولادها. صراحة حياة جميلة جدا وحياة بسيطة جدا، ويعني بصراحة يعني أظن العيشة في الحياة اللي بيعيش في الأحياء الشعبية دي بيكون صعب عليه جدا إنه يروح أي حي آخر، يعني بيبقوا متمسكين جدا بأحيائهم الشعبية وبشوارعهم الجميلة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، وبيكون صعب عليهم ان هم يسيبوا الاماكن دي اللي تعودوا ان هم يعيشوا فيها قريبين كده من جيرانهم. في لحمة، هتلاقي هنا كل الناس يعرفوا بعض بشكل كبير، مش الجيران بس اللي موجودين داخل العمارات، لكن هتلاقوا الناس هنا بشكل كبير جدا يعرفوا بعض ويسلموا على بعض وبيقعدوا مع بعض على القهاوي. وطبعا يعني لو حصل لأي حد منهم أي حاجة هتلاقي يعني الناس كلهم في ظهر بعض كده وبيسندوا بعض ساعة الزنقة. يمكن انا بس الجزء اللي قدام ده زحمة شوية، فانا مش هكمل بقى طريقي كده وهلف وهرجع تاني عشان اطلع على شارع طلعت حرب، وبعدين هنطلع بقى من شارع طلعت حرب على شارع كورنيش النيل مرة تانية عشان هننهي رحلتنا النهاردة ان شاء الله، ان احنا نعدي من كوبري امبابة اللي حكيت لكم عليه في بداية الرحلة وهنحكي عليه بشكل موسع واحنا ماشيين عليه في نهاية الرحلة. زي ما انتم شايفين بقول لكم ان حي امبابة مميز جدا موجود على كورنيش النيل، ويعني اتمنى ان زي ما بيتم تطوير كبير جدا في عدد كبير جدا من مناطق وحواري وشوارع القاهرة، وبيتحط لها الانوار وبيتحط لها وبتتسفلت الشوارع بشكل كبير، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون الدولة مهتمة جدا بتطوير المنطقة اللي احنا موجودين فيها لانها بالفعل تستاهل، سواء كان لاهلها الطيبين او موقعها الجغرافي المميز جدا واللي يمكن مش موجود في اي حتة تاني في مصر. المكان هنا اكتريته زي ما بقول متميز بالموقع، طبعا في مناطق قديمة وعريقة جدا زي حي السيدة زينب المتميز بالموقع ومتميز بالمعالم والآثار التاريخية المميزة جدا اللي موجود برضو يعتبر في وسط البلد، ويعتبر حي امبابة برضو مش بعيد عن وسط البلد. قلت لكم هو بيبتدي تقريبا من عند ميدان الكتكات كده اللي هو بيتفرع منه شارع السودان، وقلت لكم انه حي امبابة يعني يمينه أو هو بيشترك مع حي المهندسين الجميل جدا من شارع السودان. احنا مكملين طريقنا كده في شارع طلعت حرب، ويمكن هنكمل طريقنا هندخل بس قبل ما نطلع على كورنيش النيل في شارع من الشوارع برضو المشهورة وشارع العامل، اللي ممكن لو كملناه برضو هنطلع على الكوبري، لكن احنا هنلف منه ونرجع تاني عشان نطلع على الكوبري من كورنيش النيل من الشارع اللي احنا بدأنا منه رحلتنا النهاردة. لسه مكملين طريقنا في شارع طلعت حرب، وزي ما بنشوف كده قلت لكم في بداية الحلقة ان طبعا الشارع الاشهر اللي بتسمي على اسمه طلعت حرب الاقتصادي المصري الكبير هو الشارع اللي موجود في وسط البلد، وموجود فيه ميدان طلعت حرب اللي بيدخلنا على عمق وسط البلد الجميلة جدا في مصر. احنا لسه مكملين طريقنا وزي ما قلت لكم كده هدخلكم كده على شارع العامل اللي موجود على يميننا دلوقتي، ندخل منه كده
نبص بصة عليه بشكل سريع وبعدين نلف ونرجع تاني عشان نستكمل رحلتنا في شارع طلعت حرب اللي هيطلعنا مباشرة على كورنيش النيل، وبعدين بعد كده هندخل بقى على كوبري امبابة الجميل جدا، هنعدي بيه كورنيش النيل ونرجع كده في نهاية رحلتنا. زي ما انتوا شايفين كده ادي شارع العامل اللي دخلنا منه اهو. وطيب احنا ممكن كمان زي ما دخلنا الشارع ده بدل ما نعمل اليوتيرن احنا ممكن ندخل يمين دلوقتي من برضو من احد الشوارع الجانبية في منطقة امبابة الجميلة، لشارع برضو من الشوارع الجانبية متشابه للشارع اللي احنا شفناه من شوية واسمه شارع الكرم. يعني شوفوا كده مجموعة من الاسماء اللي موجودة للشوارع، هتلاقوا شارع الكرم وشارع الرجاء، واظن في شارع الاخلاص كمان متسمية على اسم الاخلاق الحميدة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا ان احنا يعني نهتم جدا بالاخلاق، وهي من الاساسيات اللي اتبنى عليها الدين الاسلامي الحنيف. احنا كده خرجنا بقى من شارع الكرم، شوارع صغيرة جدا، وادي شارع الرجاء اهو لسه كنت بحكي لكم عليه اهو، شارع الرجاء اهو هيرجعنا تاني على شارع طلعت حرب في اتجاهنا ورجوعنا لخروجنا من منطقة حي امبابة الجميل على كورنيش النيل. زي ما انتم شايفين كده اتفرجوا هتلاقوا كده مزيج بقى زي ما انتم شايفين كده من القهاوي اللي اهالي امبابة الجمال بيحبوا ان هم يقعدوا عليها، وادي مطعم فول وطعمية موجود قدامنا. وزي ما بقول لكم كده يعني هنا الشوارع هنا هتلاقوا فيها مزيج ما بين البيوت القديمة اللي موجودة اللي ارتفاعاتها قليلة مش كبيرة في الجزء ده، وهتلاقوا فيه مجموعة من المحلات الجديدة اللي اتبنت جديد، وهتلاقي فيه مجموعة من الكافيهات والمطاعم. بصراحة يعني حي زي ما بقول لكم من الأحياء الجميلة الممتعة جدا، واللي لما بتتمشى فيها بتحس قد إيه مصر عريقة وقد إيه مصر جميلة، لكن زي ما بقول لكم محتاجة قدر من الاهتمام والتطوير عشان ترجع ليها يعني بهائها وتاريخها وعراقتها اللي مشهورة جدا عند يعني في كل أنحاء العالم. وزي ما بيقولوا كده مصر أم الدنيا، إن شاء الله بإذن الله مصر أم الدنيا بالفعل. احنا قدامنا دلوقتي او طلعنا بقى على شارع كورنيش النيل اللي احنا بدأنا منه رحلتنا النهاردة. زي ما انتم شايفين كده اهو طلعنا على شارع كورنيش النيل، هنمشي حتة صغيرة كده وبعدين هنلاقي نفسنا ندخل الشارع اليمين اللي هيدخلنا على كوبري امبابة الجميل. عايز اقول لكم ان كوبري امبابة اللي احنا رايحين ليه دلوقتي يعتبر من التحف الفنية، يعني هو تحفة فنية في حد ذاته. يمكن انتوا خدتوا بالكم واحنا بنعدي من عليه في بداية الرحلة بصراحة، وهو بقى موجود قدامنا اهو، بقى باين قدامنا اهو مباشرة. احنا هنعديه برضو وبعدين هندخل من الشارع اللي بعديه مباشرة، وهو الشارع اللي هيخلينا نعدي من عليه. زي ما انتوا شايفين كده هو تحفة فنية، وادي العربيات اللي ماشية فوقيه موجودة اهو، هنمشي فوقيه دلوقتي حالا. وزي ما انتوا شايفين كده كمان في سلم ممكن يطلعنا على كوبري امبابة لانه في مسار للمشاة كمان. يمكن الكوبري ده اتصور عليه عدد كبير جدا من الاعمال الفنية، وزي ما بقول لكم هو يعتبر شكله جميل جدا والمشي عليه ليه طعم مختلف. الكوبري ده زي ما بقول لكم اتصور عليه افلام كتيرة جدا، وطبعا يعني يمكن قبل الكوبري كل اللي كان عايز يروح امبابة كان بيركب مركب او معدية عشان يتنقل وينقل بضاعته، وكانت طبعا رحلة متعبة جدا، ولغاية ما اتعمل الكوبري ده واللي غير من شكل امبابة تماما. زي ما انتوا شفتوا كده دخلنا من الشارع اليمين وادينا بقى دخلنا على كوبري امبابة الجميل. زي ما انتوا شايفين الجزء اللي على شمالي ده هو ده المسار الخاص بالقطر، وادي المسار الخاص بالعربيات اللي رايح على كورنيش النيل في الجزء الابراج دي، هي ابراج ساويرس، والجزء ده اللي رايح ناحيه رود الفرج، والجزء التاني اللي جاي من عند رود الفرج بندخل له كده من شارع جزيره بدران، هو الجزء اللي داخل على عمق حي امبابه الجزء او الاتجاه التاني. احنا ماشيين كده على كوبري امبابه، وعايزين نقول ان وقت الخديوي توفيق كان فيه اهتمام بربط المناطق ببعض، واللي صمم الكوبري اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي كان مهندس فرنساوي اسمه ديفيد ترامبلي، واتحمس لفكرة ان الكوبري يعدي من عليه القطر ويوصل لباب الحديد، وعشان كده صمم الكوبري من الحديد، وكان فيه امكانية ان الكوبري ده يتفك ويتحرك بالكهرباء عشان يعدي السفن المتحملة بالبضايع.
وفعلا زي ما انتوا شايفين كده اتعمل خطين سكة حديد في نص الكوبري، والكوبري ده افتتح في سنة 1892 في حفلة كبيرة جدا وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، لكن بعد كده اتعمل كوبري ثاني أكبر وأعرض سنة 1913، وهو الكوبري اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، لكن طبعا استعانوا بالأصل الخاص بتصميم الكوبري اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وهو كوبري امبابة. تحتينا مباشرة ادي كورنيش النيل في الاتجاه التاني، هنلف كده وهنرجع على كورنيش النيل في نهاية رحلتنا النهاردة، اللي اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها زي ما انا استمتعت بيها. عدينا كده كوبري امبابة، وهنهلكوا هربط لكم بس الجزء ده بكورنيش النيل، وبعدين مباشرة هننهي رحلتنا النهاردة. زي ما بقول لكم كده دي ابراج ساويرس اللي موجوده، والشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي اسمه كمال الدين حسين، وهنطلع مباشره كده من الشارع، وزي ما انتم شايفين كده المزيج اللي بيميز مصر ما بين الاحياء الشعبيه والاحياء الراقيه، كان حي بولاق ابو العلا، جنبيه حي الزمالك، حي المهندسين، جنبيه حي بولاق الدكرور، هتلاقوا عدد كبير من الاحياء، جاردن سيتي جنبيه السيده زينب والمنيره، عدد كبير جدا من الاحياء الشعبيه جنبيها عدد كبير جدا من الاحياء الراقيه. نرجعنا بالفعل كده على شارع كورنيش النيل، ويعني اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.